قوم في كلام الله، قوم نفوا كلام الله وقالوا القرآن مخلوق وليس كلام الله، وليس لله كلام، والله لا يتكلم. وهذا قول الجهمية ومن مشى في طريقهم، والمعتزلة يقولون كلام الله مخلوق، خلقه في جبريل أو خلقه في محمد أو خلقه في اللوح المحفوظ، لا يتكلم، وإنما هذا الكلام مخلوق، تعالى الله عن ذلك. فوصف الله بأنه أصم أبكم لا يتكلم، هذا نقص في حق الله سبحانه وتعالى. وقوم قالوا كل الكلام هو كلام الله، حتى نباح الكلاب واللغو والرفث وكل الكلام هو كلام الله عز وجل، تعالى الله عما يقولون. نعم. وتجاوز كل كلام في الوجود كلامه، سواء علينا نثره ونظامه، كله كلام الله، الشعر والهجاء والمدح والذم والكذب وكله كلام الله، تعالى الله عما يقولون. هذا غلو، غلو في الإثبات، إثبات الكلام لله، وهذا غلو في التنزيه الذين نزهوا الله، حتى قالوا إنه لا يتكلم، لأنه لو قلنا أنه يتكلم شبهناه بالمخلوق. نعم. وتجاوز بآخرين حتى قال ولم يزل أزلا وأبدا يقول يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، ويقول يقولون إن الله دائما يتكلم، دائما 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 ولا يسكت، ولا هذا غلو. الله يتكلم إذا شاء سبحانه، يتكلم إذا شاء بما شاء، يتكلم إذا شاء بما شاء سبحانه وتعالى. نعم.